هنا بنجهز اللي هو البريسكت للتدخين. طبعا احنا ما صورنا من اول، تم تنظيفه. هذا اللي هي يسموها اللامبرجيني كات، قصة اللامبرجيني، عشان لما بتيجي الحرارة تتوزع على كامل اللحم بالكامل. شوف تم تنظيفها ما شاء الله تبارك الله. شيف محمد عندنا ما شاء الله تبارك الله هندسها، هندسها. شوفوا التنظيف هناك عندنا. الآن بنجهزها خلاص عشان نبدأ ندخلها للسموكر أو المدخن. طبعا هنا بدأنا خلاص اللي هي المرحلة الثانية تقريبا، اللي هي تبهيرة اللحم. تبهيرة اللحم هنشوفها بعد التبهير كيف هيكون شكلها. هنا ما شاء الله تبارك الله، شوف كيف تم تبهيرها، بهرها الشيف ما شاء الله تبارك الله. تبهيرها من جميع النواحي بدون غشاش. ها بدون غشاش غشاش. شوف شكلها ما شاء الله تبارك الله النهائي بعد البهارات. خلاص هي كده جاهزة، ان شاء الله هندخل بيها السموكر. هنا جات اللحظة الحاسمة اللي هي تجهيز الحطب داخل السموكر. في الداخل طبعا صدق انه احنا الفجر الان، يسمى الفجر لانه ادنا الفجر. فالشيف قال لي والله يا اخي ما بدهاش، لازم نحضر لنا شاي. طبعا جبنا اللي يسموها العزبة حقت الرحلات، موجودة عنده في الدباب تبعه. طبعا احنا في المطبخ الرئيسي متوفر كل ما لذ وطاب، لكن احنا كده مزاجنا نبغى نحس انها رحلة ونشرب شاي من العزبة حقت الرحلات. جايبين هنا الكرسي كمان حق الرحلات عشان ايش؟ مع ريحة الحطب يكون مية مية، ومع العزبة والشاي. الله عليك.